شباب التدريب اللي معانا في حريطه فيها تقاطعات خط طول مع دايره عرض. هتشوف تقاطع خط الطول مع دايره العرض وتحدد اسم المدينه او الوادي او الجبل او المعنى اللي انا كاتبلك عليه. بعد ما تخلص الثمان اسئله الاولى هتدخل على سؤال الظرف، هتجيب قائد المجموعه ياخد الظرف، تمام؟ بعد كده Ah!